الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدينا الحاضرين والمسلمين آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه أمام الصالحين، قال في صحيحه وزلنا مع كتاب بدء الخلق، قال باب إذا قال أحدكم آمين. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف النيسي نعم رحمه الله، قال أخبرنا الليث بن سعد من فخارة المصريين نعم. قال حدثني عقيل، عقيل هو عقيل بن خالد من الثقات الأزبية الأولى والجماعة، عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري أمين المؤمنين في الحديث رحمه الله، أنه قال سمعت أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو في قول من الفقهاء السبعة، هو من أروى الناس عن نعم عن جاء عن أبي هريرة نعم رحمه الله. وقال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الكرام، صحابي وابن صحابي وهو أثري، وهو من السبع المكثرين عن 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 النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فطر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض عليه السلام، فجئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي رضي الله عنهم، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، قال فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فرهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة رحمه الله: والرجز الأوثان. هنا قال أبو خليل رحمه الله ماشي تفضل الذي هذا ماشي نعم. قال حدثنا محمد بن بشار بندار من الثقات الأزبية الأولى والجماعة، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر وهو من الثقات الأزبية أزبية الناس في شعبة، قال حدثنا شعبة شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال عن قتادة، وقتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي نعم قدر الحفاظ يرى القدر تؤمر في بحر حسناتي بإذن الله. قال حا وقال لي خليفة، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية أنه قال حدثنا ابن عم نبيكم، قال يعني ابن عباس رضي الله عنه عن أبي، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا عليه السلام كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى عليه السلام رجلا مرفوعا مرفوع الخلق إلى الحمرة والبياض سابط الرأس، ورأيت مالكا عليه السلام خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، قال: فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحرس الملائكة المدينة من الدجال. نعم هذا الباب كلية الكلام فيه على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام على صورته، وأنه طوله ما بين السماء والأرض له 600 جناح. هنا نشوف قال سمعت وسلم أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فطر عني الوحي فترة فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض سد الأفق، كما قالت عائشة رضي الله عنها رأى جبريل سد الأفق، قال فجئت منه حتى هويت إلى الأرض، يعني أنه يعني سقط في الأرض مفزوعا فزع منه فوقع في الأرض سقط في الأرض، قال حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان أو الرجز الأوثان، الغرض المقصود أنه رأى ما رأى آدم رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، رآه له 600 جناح، ورآه يسد الأفق بجناح واحد يسد الأفق، رآه على كرسي بين السماء والأرض، لذلك ما استطاع أن يتحمل حتى جاء قال: دثروني دثروني زملوني زملوني بابي هو أمي. وثم وصف أن السلام: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا، هم عند ربهم أحياء كأحسن ما ترى من أدم الرجال كأنهم رجال شنوءة، وهو طبعا يقرب لهم للقياس ليعلموا ليتصوروا ذلك. رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنهم رجال شنوءة، كما قلت يعني يقرب لهم الشبه. ورأيت عيسى
رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، فكان أبيض له حمرة وهو سبط الرأس، يعني شعره ناعم جدا. ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مات من لقائه. يعني هو رأى مالك خازن النار، رأى الدجال، رأى أيضا يعني حينما عرج به رأى أكل الربا كيف أنه يسبح في نهر من دم، رأى وأفر فاه إذا وصل الشط يضربه ويقوم أحد بحجر فيرجع كما هو يسبح في نفس النهر، ورأى أناس رجل يضرب على رأسه تهدهد، وناس يأخذ من شدقه إلى آخر قفاه أصحاب الغيبة، رأى عذاب القبر، وهذا إثبات العذاب القبر، وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن كل واحد وتأتيه الجواب من جبريل، ورأى مالك خازن النار والأمر كان مفزعا عليه جدا، ورأى الدجال أنه أعور العين اليسرى وعينه كان عنبة طافية مسلسلا. رضي الله عنك يا محمود، بارك الله فيكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وعلى خير. فهذا أصل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم خلقة الملائكة، الفوائد المستنبطة، حرمة تعليق الصور، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وما حاصل الكلام في أسواد الفوائد المستنبطة، حاصل الكلام في الصور أربعة أقوال، المنع مطلقا رقما كان أو غيره، كل شيء ممنوع، الصور حرام لقول لعن الله المصورين، منع ما كان له شخص مثل. القول الثالث منع ما فيه روح دون غيره كالأشجار والأنهار، هذا ليس، والسحاب ليس فيه شيء، وده قول ابن عباس. قول الرابع قال أبو سلمة كل ما يوطأ ويمتهن فلا بأس به، قال مالك ترك أحب إليه. والحقيقة هو ترك الصور كلية حرام، ترك الصور كلية هو الأولى وهو الأكمل، لكن إن كان فإن كان ممتهنا فيجوز لأنها قطعتها وجعلتها وسادتين، وجعلتها وسادتين. حضور الملائكة خطبة الجمعة، الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، فمنافق تأمين تأمين الإمام غفر الله ما تقدم من ذنبه، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن البلاء الذي وقع عليه مع عبد ألي، رأى النبي جبريل على صورته الحقيقية مرتين، عظيم خلق الله في الملائكة، كل ملك موكل بعمل يؤديه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.